ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الحمل وتوقعات النص الثاني لشهر مايو لعام 2021. النص الثاني بالنسبه لنا هيكون عامل ازاي؟ ايجابي جدا، عندك خطوات مهمه، عندك سعاده، عندك اخبار كويسه قوي، عندك في انطلاقه وتحقيق طموح بشكل كبير، عندك ان انت علاقاتك بتكبر، عندك طموح اكتر، عندك مشاركه مهنيه او مشاركه في وضع معين بيخليك ان انت اكثر ايجابيه، بيخليك ان انت اكثر تالق بسبب دخول المشتري لبرج الحوت من يوم 14. بيديلك التأثيرات دي، بيديلك طموح، بيديلك علاقات، بيديلك إيجابية، بيديلك تحسنات كتير في الأحوال اللي حواليك، فبالتالي في خطوات كتير مميزة. مش كده وبس، لا، المريخ اللي موجود في برج السرطان ده بيدعم عندك منزل العائلة وبيتك، فبالتالي في عندك حركات كتير تخص البيت، العائلة، اهتمامات اكتر بعائلتك، اهتمام اكتر ببيتك، منزلك، خطوات ناحية الايجابية، ناحية التميز، خطوات كتير مهمة. ده بالنسبة لك طول الشهر بشكل تدريجي بيدعمه جدا دخول المشتري في الحوت، بيضاعف ده قوي، بيضاعف الايجابيات اللي هي في نطاق المنزل او العائلة او الاهتمامات العائلية، فبالتالي او الاهتمامات العاطفية كمان، لان عندك في حب وفي رومانسية وفي ارتباط في خلال النص التاني. النص الثاني اقدر اقول لاصحاب برج الحمل في علاقه عاطفيه مميزه جدا جدا، علاقه بتكتمل، علاقه انت بتحس او بتحس فيها انها قد ايه رائعه، قد ايه متميزه، في عندك حاله من الرجوع من الماضي ليكم، عندكم ايجابيات، قد ايه متفوقين على نفسكم، متفوقين في امور معينه، فده بيخليكم قد ايه ايجابيين. كمان احنا عندنا كوكب عطارد وكوكب الزهره اللي انتقلوا لبرج الجوزاء، ده بيضيف ليك ان انت يكون عندك دايما تواصل ما بينك وما بين الاخرين. الزهره بيخليك ان انت تتواصل مع اصدقائك، تتواصل مع اشخاص من الماضي، تتواصل مع اشخاص قريبين منك، فبالتالي ده بيقوي علاقاتك او تكوين علاقات عاطفيه، بيخلي ان يكون في ارتباط، في حب، في رومانسيه، في اشخاص معجبين بيك، انت ملتفت لبعض الاشخاص، فعندنا الاحوال ايجابيه جدا جدا. تواصل كمان مهني بيخليك انك تتشارك مع الاخرين ويتشاركوا معاك، وانك تعلى او تكبر من ناحيه التواصل ايا كان ايه. ده من حيث تحركات الكواكب والتأثيرات. طبعا في تأثيرات بتكون موجودة عندنا اللي هو ليها علاقة بوجود القمر، بيشكل عندنا مربع او مثلث، او بيدي التأثيرات معناها ايه، لان كل حاجة بتختلف. طيب الامور بشكل ابسط من كده، بالنسبة لنا الوضع المهني شكله عامل ازاي؟ الوضع المهني بدايات مهمة جدا، تحقيق طموح واهداف، علو شأن، ترقية او بداية عمل جديدة او مجال جديد، اضافة مهنية في حد ذاتها قد ايه قوية ليك، قد ايه هتكون في حالة من الامتاع او التميز او الايجابية بمعنى اصح. عندك في تطورات من ناحية المهنية اللي ليها علاقة بان انت بتطور من حالك، بتجدد من نفسك، بتجدد من شغلك، من طريقة شغلك، من طريقة تعاملك مع الاخرين، فعندك فعلا ان انت بتكبر من ذاتك يا برج الحمل. برج الحمل انت عندك ايجابيات مميزة، عندك اخبار مميزة من ناحية المهنية، تواصل بتتواصل بيه مع اصدقائك او المقربين، وده بيقوي الفكر اكتر، بيقوي الشراكة اكتر، بيقوي ان حد يقولك خلي بالك من النقطة دي، اعمل كذا، ما تعملش كذا، بص الموضوع ده، بص، بيخلوك انك تتجه للنقاط المهمة عندك، فعندك ده كله ايجابيات حلوه جدا جدا يا برج الحمل. برج الحمل فالوضع المهني تميز، ايجابيه، علو شأن، اخبار ايجابيه، تواصل، شراكه، كل ده ماشي بشكل ايجابي، وتحسنات انك بتفوق، وده هتبدا تلاقيه على فكره من بدايه يوم 14، يعني من بدايه يوم 14 بتبدا معاك الوتيره تكون افضل واحسن كتير، وهنيئا لاي حد بدا من الشهر اللي فات ان هو يعمل حاجه، زي ما قلت لكم هيجي لنا وقت هيضرب معانا بتميز، فكل ما بتبتدي خطوه ايجابيه كل ما ده بيترتب عليه الفتره اللي بعدها. المهم بالنسبه للامور الماديه، الامور الماديه الوضع عندك في مشتريات، في حاجات انت بتخلصها، انت بتشتري، انت بتهادي، انت بتدور على حاجة ليها علاقة ببيع او شراء بحجم كبير، يعني كأنك بتشتري حاجة غالية، سيارة، بيت، انتقالة، فعندك ده جدا جدا يا برج الحمل. برج الحمل برضو بالنسبة لي الأمور المادية عندك أشخاص هيبدأ إن هم يسألوك على الوضع المادي، مش كل حاجة نجاوب عليها، خليك لو ماشي بشكل عادي جدا جدا، بشكل مبسط قوي، ما تحاولش إن أنت توضح تعاملاتك المادية لأيا كان شخص مين.
بالنسبه لاصحاب برج الحمل للامور العاطفيه، زي ما قلت لكم ان احنا عندنا حب، عندنا ارتباط، عندنا اعجاب، عندنا تميز في العلاقات العاطفيه، عندنا رجوع للماضي. الاجواء العاطفيه اقدر اقول انها بتتميز بكافه اشكالها. يعني بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين عندنا حب رومانسيه، بدايات عاطفيه، سواء من علاقات صداقه بتتحول لعلاقات حب او علاقه عاطفيه مميزه، او بالنسبه لاشخاص احنا عارفينهم او قريبين مننا، فلو عارف فكره اللي انا عندي اخ حلو قوي هيعجبك جدا، انا ابني مش عارفه مين واخد بنت مين، الاجواء دي عندك ده جدا، فاللي هو كان فلان بيربطك بعلان، يعني عندك الاجواء المميزه دي. ففي خطوبه، في زواج، في تحديد لميعاد خطوبه، تحديد لميعاد زواج، بدايه الارتباط، بدايه الاتفاق عاطفي، علاقه بتكتمل او بتشتبه بالعلاقات الرسميه، فعندك ده جدا يا برج الحمل. برج الحمل انصحك نصيحه انك ما تقولش، حاول انك تداري لو انت موضوع بيكتمل، موضوع في تحسن في العلاقه، موضوع ايا كان في وضع ايجابي، احاول اني اداري، احاول اني اخبي. ليه؟ لان عندك طاقه من الحسد، عندك اشخاص هم شايفين ان انت ليه تتحسن، ليه ان انت يكون عندك ارتباط، مستكترين عليك ده. فحاول على قد ما تقدر ان انت يكون عندك انك تداري بجد بجد، لحد على الاقل لما الموضوع يكمل. بالنسبه للناس اللي هم مرتبطين بالفعل، عندنا في ترابط اكتر، في حب، في رومانسيه، في اجواء حلوه، في عندك استمتاع مع الشريك، خاصه مع الابراج اللي هو الابراج الهوائيه والابراج المائيه، عندك الاحوال بتتحسن كتير، بتكون الطف كتير. بالنسبه لبرج الحمل للامور اللي هي ليها علاقه بالبدايات، لان عندك بدايات بتجمع ما بينك انت والشريك. عشان اكون صريحه معاكم، البدايات اللي ما بينك وما بين الشريك، سواء تخص مولود جديد، تخص انتقاله، تخص علو شأن في امر معين، عندك ده مش النص الثاني بس، ده من يوم 14 اللي هو النص الثاني ويونيو ويوليو. الفترة دي هي فترة فيها بعض الاوقات شوية تقيلة اللي ممكن نمر بيها، ولكن المجمل العام او بصفة عامة فيها تميز، فيها قرب، فيها بداية جديدة، فيها مولود، فيها حاجة قوية تجمع ما بينك انت والشريك اكتر واكتر، وده تسببات او سبب لكوكب المشتري، او ده اللي بيكون سبب لي، يعني هو سببه كوكب المشتري هو السبب في الموضوع ده. طيب برج الحمل بالنسبه للناس المنفصلين، الماضي عايز يرجع لك قوي، مش كل الماضي اللي عايز يرجع لك تبقى انت مرحب بيه او ان انت تبقى فرحان بيه، لا خلي بالك، في ماضي ممكن يرجع لك عشان هدف مادي، عشان هدف معين، عشان يوصل لحاجه معينه، عشان ان هو يوجعك بامر معين، لا لازم تكون واخد بالك اللي راجع ده راجع ليه، ايه الهدف من الرجوع، فلازم تكون واخد بالك جدا يا برج الحمل. ده بالنسبه للناس، بالنسبه للامر العاطفي. الامور العائليه، الامور العائليه تواصل، اتصالات مهمه، في عندك زيارات عائليه، في عندك اشخاص يمكن يكون التعامل بيننا كان قليل قوي، لا بدا انه يكبر، شراكه ما بينك وما بين الاخرين، عندك في حد بيبدا ان هو يقول لك نعمل كذا، طب ما نعملش كذا، طب نسوي كذا، طب نشوف كذا، طب نعرض كذا، فعندك ده، يعني عندك ده جدا جدا يا برج الحمل. فبرج الحمل برضه هقول لك على حاجه تانية، انت عندك في سفر او في انتقال، بس تخلي بالك جدا من الامور العائليه برضه، مش كل حد من المقربين ليك دايما بيكون كويس، لا في اشخاص بتتمنى ليك ان انت ما تبقاش افضل منهم، مش هقول لك بتتمنى ليك الشر، بس انت هتبقى افضل مني، لا لا ما تمناش ده، فعندك ناس كده، فحاول على قد ما تقدر انك تتجنب في حياتك وما تقولش ده، يعني ما تقولش الافضل دايما. بالنسبه لامورك برضو اللي ليها علاقه بالبدايات، الانطلاقات، التعاملات المهمه او المقابلات المهمه، كل ده موجود عندك، بدايات قويه، عندك مقابلات مهمه، عندك تواصلات مهمه جدا، عندك انك بتتعرف على اشخاص ذو شان كبير، عندك في هدايا هتتعرض ليك او حد بيهديك بحاجه، حد بيعرض عليك امر معين، بدايه لحاجه مهمه، او بيعرض عليك اتفاق معين، الاتفاق ده سواء مهني او ايا كان، ولكن هو في الاخر بيخدمك في امورك الحياتيه، عشان كده قلتها في امورك الحياتيه. الوضع هيكون افضل كتير، ايجابي اكتر، بنتميز اكتر امتى؟
بنتميز بالفترة اللي هيكون فيها القمر في برج ناري. عندنا يوم 26 خسوف موجود في برج القوس، فده هيكون برضو بيضيف ليك إيجابية، بيديلك نوع من أنواع التميز، يعني مش حاجة سلبية لا بالعكس، بيديلك نوع من أنواع الأخبار الجديدة الجدية، التواصلات، الأشياء المهمة، الانطلاقة بمعنى الكلمة. فالأجواء بالنسبة لك حلوة جدا جدا، حالة استشفاء قوية جاية لك يا برج الحمل. لا وضع مميز حلو، خلينا ان احنا نستبشر خير، لان الفترة اللي جاية تحمل لنا كتير من الخير والإيجابيات. بشكركم، ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.